السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله فيديو هيكون مختلف. انا رايحه السوق دلوقتي، يعتبر ما عنديش اي حاجه في البيت حرفيا، يعني ما عنديش تقريبا الا البطاطس والبصل بس. اروح السوق كده لما ارجع هقول لكم انا جبت ايه وبالاسعار وكل حاجه. استنوني. حبايبي انا جيت من السوق، تعالى اوريكم انا جبت ايه. جبت اول حاجه طماطم اهي، حلوه زي ما انتم شايفين كده. جبت الكيلو ونص ب10، جبت تاني حاجه جبت كوسه، دي بقى ان شاء الله عشان اعملها البنت وكده على شوربه خضار وكده. جبت الكوسه ديت الكيلو الربع ب5، مقطتش عشان ما تبصي. جبت شطه اهي زي ما انتم شايفين اهوت، بس هي برده يعني مش حراق. جبت نص كيلو ب5، اعتبر انا مش بكتر في الكميات عشان الحاجات ما تبص عندي، يعني النص كيلو ده ممكن يكفيني اسبوعين او اكتر. يعني انا برده مش بروح السوق كل اسبوع، ساعات بروح اسبوع او اسبوع، لا على حسب يعني. وجبت بسلة اهي، جبت الكيلو ب15، لقيتها رخيصة. جبت ايه يا بردك، حلوة مش وحشة بردك. جيت قلت هفرصها معاكم ان شاء الله. انا كده كده كنت جايبة 4 كيلو مفرزاه، وقلت ايه هجيب كمان كيلو وافرزه. بفرز الكيلو على كيسين، كفينا مرتين بينفع يعني. احنا اصلا بنحب البسله وبرضك مفرزه سبانخ عشان برضك ايه تنفعنا في الصيف. جبت موز اهو، جبت 2 كيلو ب20، كان برضك بيتباع 2 كيلو ب25، بس في واحده ايه جبت منها ربنا يبارك لها، يعني جبت منها 2 كيلو ب20، يعني كيلو ب10. جبت ربع كيلو ليمون ب5 اهو، كانش عندك عندي ليمون خالص اهو. جبت بطاطس اهي، اهيت. جبت 2 كيلو ونص ب15، يعني اعتبر جايبه الكيلو ب6، رخيصه برضك. بطاطس اصلا كان جالها فتره وكانت غاليه خالص، كانت الكيلو ب15 و20، يعني السوق النهارده كانت اسعاره ايه كويسه برضك شويه. جيت قلت بالمره اجيب بصل عشان برضك ايه عنديش بصل، جيت قلت هجيب، بس ما لقيتش الا البصل ده ومش عاجبني، بس قلت ايه يعني حاجه تقعدك تقدر الغلط اهي. جبت الكيلو ب10، طبعا انا مش بحب برضك اجيب البصل الكبير قوي عشان ايه، يعني انا برضك استهلاكي بستهلك البصل الوسط او البصل الصغير، ما البصل الكبير ده مش بستخدمه بصراحه، يعني هضطر ان انا اقسم نصها وعين نصها وهيبوظ مني. جبت الكيلو ونص ب15، كيلو كان ب10، بصل برضك كان جاله فتره وكان غالي جدا، كان وصل ب30 جنيه. يلا كويس. دي برضك خضره وجرجير، جبت ب5، يعني جبت 3 ربط جرجير، 3 جرجير، وجبت 3 خضرة اهي. جبت دولت ب5 جنيه. جبت كنت محتاجة بردك لسان عصفور ما كانش عندي، جبت بالمرة وانا جاية من السوبر ماركت عشان ان شاء الله النهارده في الغدا هعمل لسان عصفور. جبت اهوت فاكهه، ما جبتش الا الموز، يعني انا عندي برضك تفاح عندي نص كيلو كده، وجيت قلت لما اخلصها هبقى اجيب ان شاء الله، وما كانش اصلا في السوق عشان زي ما قلت كده انا كنت رايحه في اخر السوق. وعندنا سوفاندي، جوزي كان جايب لنا سوفاندي امبارح وموجود يعني عندنا، هتكفي هذا وهتأدي الغرض ان شاء الله يعني.
الم بقى الحاجات دي كلها ونرجع ايه نعمل الغدا مع بعض. ما عرفتش بقى اصوركم وانا في السوق عشان واحد يعني ايه بيتحرج يعني اللي هو يصور بره وكده. ان شاء الله واحده واحده كده هتلاقوني بصور لكم في السوق. يلا بقى نلم الحاجه ونرجع لكم. جبت اناناسين، ما رضيتش ازود عن كده بصراحه عشان خفت يكون بتاع ثلاجات كده ويتعب، مش عارفه هو فعلا طلع ولا لا، بس يعني حتى عايزه برضك اوكل منه بنتي، بس خايفه لا قدر الله يتعبها وكده. اكتبولي هو فعلا طلع ولا ده بتاع ثلاجات عشان بس ما يتعبهاش. احط الميه عشان اسلق المكرونه، احط عليها شويه ملح، احط على سنة زيت عشان ايه المكرونة ما تلزقش مني، اغطيها عشان تغلى بسرعة. لو كده ايه نعمل لسان عصفور بالمرة عشان نخلص منه. ركزوا معايا عشان انا هقول لكم على طريقة لسان العصفور اللي انا بعملها بيها. انا تقريبا من ساعة ما اتجوزت كنت لسان العصفور ده كنت بعمله، يعني طعمه وحش جدا يعني. خدت بقى الطريقة من مامتي ربنا يخليها لي ويبارك فيها يا رب، خدتها وهقول لكم دلوقتي عليها انا بعمله ازاي عشان ايه يطلع طعمه حلو وما يكونش معجن في بعضه كده. الشوربه دي كنت حاطاها في الفريزر، كنت عامله فيهم لحمه ولقيت زيت شوربه استخسرت بصراحه ارميها، بحطها في الفريزر كانت تنفعني مثلا لو انا عامله اكل ومحتاجه ازود الاكل بالشوربه او لسان عصفور. لسان عصفور بحب شوربه اللحمه بيكون طعمه حلو. طلعت كده بس كسلت كالعاده يعني اللي انا احطه في حاجه تانية ويفكه كده، احطه هيفك هنا برضك يعني. تعال نغطي عليه بعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. طبعا ندخل نعمل الفراخ على طول كده. هات الحله اللي انا هسلق فيها المكرونه عشان اعمل الفراخ هنا. حط الحله كده على النار لحد ما تسخن كده وبعديها ايه انزل بالفراخ. هنا الميه تحت غلت بتاعت المكرونه، هنزل بطاسه المكرونه ده. هنا الحله سخنت اهيت، هنزل بالفراخ. امسك بصلايه كده اقطعها بحب احط بصل وطماطم بس، بحب احط فلفل مش عارفه بحب بحس الطماطم بيكونش حلو. هنزل كمان بصلة عشان بصلة معايا كانت صغيرة اهو، طماطماية حط ورق لورا، حط شوية كمون، أو تنفلش ولا ايه. بس بعدين المكرونه كل شويه هقلبها كده عشان ايه متلزقش ببعضها، هي كانت بدات تلزق اهي بردك. مش هطيبها سوا كامل، هطيبها يعني ايه سوا الا ربع كده عشان تكمل سوا في الصلصه كده تشرب منها. المكرونه كانت استوت، جيت مسكتها صفيتها، جيت قلت هعمل الصلصه بتاعتها في نفس الحل عشان ايه ما وسخش مواعين كتير، عشان لما الصلصه تطيب احط انزل بالمكرونه على طول عليها. اول حاجه هنزل بيها
بالزبدة. شوية زيت. صنع عصفور بدأ يغلى، اطفي بقى عليه. اه كده طفيت اهوت زي ما انتوا شايفين كده. هغطي بقى، هيطيب بقى على البخار ده وهيكون ايه طعم حلو، مش هتلاقي الحبايه كبيره قوي. هنزل بكيس صلصه كان عندي مفرطه، في ناس بتحب تعمل صلصه المكرونه ديت ببصل وتوم، في ناس بتحب تعملها بتوم بس، وفي ناس بتحب تعملها من غير اي حاجه خالص بطماطم بس، بس انا بفضل ان انا بعملها بتوم على طول. هنا جبت مكعب دجاج اهرسه كده، هنزل بيه هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، كمون، وفلفل، كزبرة، طعمها حلو. هنزل بشوية بابريكا، اقلب كل الكلام ده كله مع بعضه، هعلي عشان تستوي بسرعة. اول ما تستوي يكون ايه الفراخ استوت ولسان العصفور بدك استوى، كل الاكل كده يستوى مع بعض. شوربة لحمة حبيبي خلصان.